أكد وفد مجلس الشورى المشارك في أعمال المنتدى الدولي الثاني للتطوير البرلماني والذي يعقد في العاصمة الروسية موسكو أن مجلس الشورى في مملكة البحرين أقر تشريعات وقوانين متطورة عززت بنية الاقتصاد الوطني، كما وساهمت في دعم الاقتصاد المحلي والمسيرة التنموية التي تشهدها المملكة في العهد الإصلاحي لجلالة الملك المفدى. للحديث أكثر عن أعمال المنتدى معنا أيضا عبر الهاتف من موسكو سعادة العضو عضو مجلس الشورى الأستاذ درويش المناعي عضو الوفد المشارك أيضا في أعمال هذا المنتدى. نرحب بك في نشرة الثالثة، هل لك أن تضعنا في صورة اليوم الثاني من هذا المنتدى وما هي أبرز الموضوعات المطروحة؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا أحيي مشاهدي تلفزيون البحرين وأشكر إدارة تلفزيون البحرين على اهتمامها ببيان أنشطة مجلس الشورى. في الواقع أنا تقدمت بورقتين، الورقة الأولى كانت عن مراحل تطور البرلمان في المملكة، والورقة الثانية كانت مملكة البحرين كيف قضت على الفقر والأمية وحافظت على الاستدامة التنموية. هنا أود أن أركز على أن مسيرة البحرين التنموية تمتد عقود من الزمن، وقد تسارعت سيرتها مع المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظ الله ورعاه، وصدور الرؤية الاقتصادية 2030 التي كرست الاستدامة والتنافسية والعدالة بهدف مضاعفة دخل الأسرة الحقيقي بحلول عام 2030. وأولت الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس الوزراء، اهتماما كبيرا بتنمية الاقتصادية والبشرية والبنية التحتية والحضرية، مما حقق الأهداف الإنمائية للألفية بنجاح ووضع الأسس السليمة لانطلاق التنمية المستدامة. طبعا هناك إنجازات، وذكرت هذه الإنجازات مسنودة بالإحصائيات. على سبيل المثال، تساوى نسبة السكان دون خط الفقر المدقع صفر، بلغ متوسط النمو الاقتصادي السنوي في العقد الماضي 37.4%، ومتوسط الناتج المحلي للفرد حوالي 22 ألف دولار أمريكي في العام 2017. نعم، وتفوق نسبة الإنفاق على الخدمات الصحية والتعليم والحماية الاجتماعية 35% من إجمالي الإنفاق الحكومي. التعليم الأساسي مجاني وإلزامي، وبلغ نسبة الالتحاق الصافية للمرحلتين الأساسية والثانوية 100% و 86.4%. نعم سعادة الأستاذ درويش المناعي، كل التوفيق لكم في هذا المنتدى، شكرا جزيلا لكم.